السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا يا مريم أهلا دكتور إزاي حضرتك يا أهلا بك يا بنتي يا أهلا بك في أي البلاد مصر القاهرة يعني في طب مدرسة إيه في مصر؟ منارة الإيمان يا أهلا وسهلا هي في في حي الواحة؟ أيوه يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أتشرف جدا بيك أتشرف جدا بيك طيب هسألك سؤال كمان هل درست هي مريم معلش صوت حضرتك قطع أخدتي قبل كده مادة أي سي تي لا لا طيب يعني مهتمه بالكمبيوتر ساينس من غير ما تهتم بالاي سي مظبوط اه طيب حلو قوي طيب ويا ربنا يوفقك يا بنتي ربنا يوفقك انا اتشرف جدا بيكي وانا جيران برضو ليكي في مدينه نصر باذن الله لو سمحت ايه عرفيني على بقيه زملائك من مدرسه الايمان لو سمحت مناره الايمان قريبه جدا مني طيب بصي يا ستي دلوقتي احنا بنتكلم على مادة الكمبيوتر ساينس دلوقتي اه انت في 10 ولا 11 ولا 12؟ لا داخلة 11 طيب حلو قوي يعني مخلصة يير 10 وعارفة يعني ايه بقى اي جي وعارفة يعني ايه كامبريدج وعارفة يعني ايه باس بيبر والطالب بعد ما بيخلص يير 10 وبيخش على يير 11 بتحسي ان هو عرف المسؤولية وإيه بقى خلاص دخل في المود وبقى ولد شاطر طيب ناوية بإذن الله تعملي الكمبيوتر ساينس في نوفمبر ده هوت آه لا في جون في جون طيب يا بنتي ما فيش مشاكل هو إن شاء الله في متسع كبير للوقت للكمبيوتر ساينس ان شاء الله في متسع كبير للوقت في جون للكمبيوتر ساينس. دلوقتي هي ماده الكمبيوتر ساينس انا عندي 10 تشابترز، انا عندي 10 تشابترز، انت بتخش الامتحان مرتين، مره بيبر 1 ومره بيبر 2. طيب بيبر 1 بنسميها ثيري بيبر 2 بنسميها بروجرامينج. بس انا هقول لك بقى علشان تبقي عارفه اهم حاجه اوجه الطالب الامتحان هيبقى ازاي عشان ادربه في اقرب مجال في الامتحان في اتجاه الامتحان الامتحانين هيبقوا ريتن يعني البروجرامنج مش هيتعمل عملي مش هيبقى على كمبيوتر هيبقى على ورقه وقلم وده نوعا ما بيبقى اسهل لان بتبقى بقى بدل ما تكتبي بروجرامينج في حاجه اسمها سودوكود كود. وإحنا لو هنشتغل بروجرامينج عملي في برنامج اسمه بايثون وفي حاجه اسمها باي شوب انا بحب كتير اشجع الطالب اللي هياخد او ليفل كمبيوتر ساينس ان هو ياخد اي ليفل كمبيوتر ساينس لو هتفيده يعني لو هو هيدرس بره او حاجه ومحتاج اتنين او تلاته اي ليفل يبقى ياخد الـ a level computer science لو هيبقى في مصر هيخش هندسه يبقى A level math طبعا احسن من الـ a level computer science انا ايه اللي بيخليني اتكلم على A level computer science لان في الـ A level computer science في شغل عملي بقى برمجه باستخدام البايثون لكن في الاو O level في الاو O level احنا عندنا حاجه اسمها سودو كود هوريك دلوقتي هوريك دلوقتي شويه آه الثيري عامل ازاي اللي هو تشابترز من 1 ل 7 تشابترز من 1 ل 6 تشابترز من 1 ل 6 دولت اللي هم بيجوا في بيبر 1 اللي هي ثيري تشابترز 7 8 9 10 دول اللي بيجوا في بيبر 2 اللي هم بروجرامينج تمام طيب آه فباذن الله بقى هقعد دلوقتي افرجك على الماده ماشي واوريكي الباس بيبر واهم حاجه اهم حاجه ان احنا نحل امتحانات كتير فانا طبعا عامل كلاسيفايد ماشي وبيتباع في كي تيتشر بس لو انت جوه مصر بتجيبيه من عشان تاخدي ورق مطبوع كي تيتشر بيبعهولك سوفت كوبي فهتضطر ايه تعملي له برنت اوت المهم انا ببقى ايه بعمل ابديت للنوتس بتاعتي والكلاسيفايد اللي بيها اتكلم على اخر امتحانات فانا عايز اقول لك حاجه كان فيه update في ابديت في السيلابس 2023 فانا كل اهتمامي امتحانات 23 24 ما انا معايا مارش 24 وباذن الله بقى عبال ما يجي جون يبقى معايا كمان ايه يبقى معايا جون 24 وقبله امتحانات والامتحانات اللي قبل كده بس انا بعمل الكلاسيفايد بتاعي من 2020 لغاية 2024. بركز على الأحدث. تمام؟ طيب، في جزء كبير كومون ما بين الاي سي تي والكمبيوتر ساينس. يعني مثلا يعني انا هقول فكره كده وخلاص، مثلا ممكن تقولي طب ما ناخد الاي سي تي في نوفمبر. الاي سي تي يعتبر introduction جميله للكمبيوتر ساينس، عشان كده أول حاجة سألتك عليها لو كنت خدت إيه؟ اي لو في يعني مكان محتاجه ماده الاي سي تي برضو ليه بقى انا بقول الكلام ده لان في تقريبا 30% ان كومون ما بين الاي سي تي والكمبيوتر ساينس خاصه في ايه خاصه في الحته الاولانيه دهيت تعالي بقى دلوقتي هفتح لك الايه هفتح لك النوتس بتاعتي وتعالي نعمل شرح اكني هشرح حته صغيره كده أسألك سؤال برضو مهم جدا عشان يشجعنا لدراسة الكمبيوتر ساينس شاطرة في الماثماتيكس والكالكوليشنز يعني الحمد لله أو. حلو أو بس حلو أو لأن المادة بتاعت كمبيوتر ساينس ماشي تعال أشرح لك الحتة دي تعالي هبدأ لك دلوقتي أكني إيه أكني بشرح حصة وهذا خليك نطلع من الكلاسيفايد ماشي اهم حاجه لو لو شاطره هاتي معاكي ورقه وقلم ماشي تمام بصي يا بنتي تفضلي هشرح دلوقتي حالا واخليك تحلي وطلع الكلاسيفايد والمارك سكيم ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه معاك ازاي باذن الله تمشي احسن حاجه وانا عندي عندي ريكوردنج للاورينتيشن هحطه على الجروب اول ما اخلص الايه البرزنتيشن معاكي دلوقتي يعني انا عندي تسجيل جايب المنهج كله علشان دلوقتي لو ضيعنا وقت في كبير في تشابتر 1 طب وبقيه المنهج لا ما انا مسجله تسجيل حلو هبعته لكم هو موجود على اليوتيوب بتاعي هبعت الايه اللينك بتاعه على جروب الواتساب بتاعك بص يا بنتي الكمبيوتر شغال زيروز هو الكمبيوتر من كده جواه جواه سويتشز الكتريستي ما انا برضو ايه بسال الطالب مذاكر فيزيكس مذاكر ماث واخد الحاجات دي في 10 يبقى تخشي كده في 11 ان شاء الله تبقي ايه ويل well بريبيرد على الاقل عارفه الايه المود والشغل بتاع كامبريدج على الاقل والباس بيبر واهميه الباس بيبر الامتحانات بتخلي الطالب يذاكر من اول طيب الكمبيوتر شغال باينري يعني ايه باينري؟ يعني ones and زيروز ما هو باي يعني اتنين بنسميها بيس 2 هو الكمبيوتر شغال ones and زيروز ليه؟ اصل في سويتش زي الالكتريستي كده والسويتش يا اون يا اوف فلو هو اون هقول ان هو ريبريزنتنج 1 لو هو اوف هقول ان هو ريبريزنتنج 0 وخلاص بقى طيب أيه. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ال... ده اسمه باينري سيستم عشان الأرقام الديناري إيه الأرقام الديناري دي كمان؟ الأرقام العادية بتاعتنا إحنا الأرقام العادية اللي 10 20 30 40 الأرقام الديناري بتبقى represented على الكمبيوتر وانز اند زيروز لا ما هو كمبيوتر كومبيوت هو مش اسمه كمبيوتر يعني بيحسب يا نهار أبيض يعني بيجمع أرقام بال and اند زيروز اه طيب ازاي؟ ماشي لو ما عرفتش لك النهارده اشرح لك بقى في الكورس بس تعالي اقولك بس ابسط حاجه ابسط حاجه وجهزي ورقه وقلم علشان خليني صادق معاكي مش مسموح لك كالكليتر في امتحان الكمبيوتر ساينس او ولا حتى الاليفل ليه؟ لان الكونفرجن دي بتتعمل بالكالكليتر ده في في بطن اسمه باينري وفي بطن اسمه دينري فمش هتبقى فيها مذاكرة وبعدين إن شاء الله الأمور هتبقى إيه أديشن وسبتراكشن ولو الطالب بس من غير الكليتر لو الطالب من أول يوم في الحصص بتاعتي اشتغل فيها من غير كالكليتر يبقى خلاص كده هيتدرب ويبقى متأهل ما مش هنقعد طول السنة بالكالكليتر ونخش الفاينل يقول يا نظري إنها ابيض لا ده احنا طول السنة هنجمع بالورقة والقلم تعالى هوريك الدنيا بسيطة قوي ده الدنيا بسيطه قوي بص يا بنتي الرقم ده من ما احنا عندنا في الكمبيوتر الداتا بنسميها بت يعني ايه بت يا 1 يا 0 ما هي البت سنجل باينري ديجيت اللي هي يا 1 يا 0 تمام والبايت 8 بتس البايت 8 بتس طيب الرقم اللي انا حاطه قدامك ده اللي هو ايه؟ تعالى اقراه من على الشمال، دايما بنقرا الارقام من على الشمال. اللي هو 1 1 1 0 1 1 1 0 طب الرقم ده بيساوي كام بالارقام بتاعتنا؟ اهي الحته دي بقى الكونفرجن دي اللي انا عايز اشرحها دلوقتي اللي هي ايه؟ converting from binary اللي هو السيستم ده 2 ديناري اللي هو السيستم بتاعنا اللي هو 10 20 30 40. طب دي هنعملها ازاي؟ بصي بقى يا بنتي بنحط الويتس كالاتي بناخد الارقام دي بناخد الارقام دي ونحط عليها ويتس الويتس بقى بصي يعني انا هقول لك هي الويتس جايه منين؟ لو انت بتحب الماثماتكس هيعجبك السطر اللي تحت. لو مش بتحب الماتيماتكس هتقولي السطر اللي فوق اسهل، بصي يا بنتي الويت الاولاني 1، ما هو الليست سيجنفيكت بيبقى على اليمين، الويت الاولاني 1، اللي بعده 2، اللي بعده 4، اللي بعده 8، الله ايه الارقام دي؟ كل واحد بيبقى دبل اللي قبله، يعني ال 1 الدبل بتاعها 2. ال2 الدبل بتاعها 4 ال4 الدبل بتاعها 8 الدبل بتاعها 16 32 64 128 كل واحده ايه دبل اللي قبلها وبعدين اهو اهو الحل اهو ادي مش احنا جبنا الرقم ده اللي هو 1110 1110 تمام نحط عليه الويتس الويتس اللي هي كام 1 2 4 8 16 32 64 128 ايه ده ده انا حفظتها اه ما هو من كتر المذاكره من كتر ما انا بحل 1 بعدها 2 بعدها 4 بعدها 8 بعدها 16 تحس برده ان دي السايزز بتاعه الميموري بتاعه الفلاش ميموري 32 جيجا لو كبرت شويه هتلاقي 64 جيجا او الاستورج بتاعه الموبايل ما هو السكيل ده بوبولار قوي في الكمبيوتر واحنا بندرس كمبيوتر ساينس المهم يا بنتي ادي 1 1 1 0 1 ماشي حطينا الويتس من اليمين 1 16 32 64 one, two, مطلوب ايه بقى؟ واد يعني بص

وال1 مضروبه في 0 فراح طيب التحدي ايه بقى نعمل اديشن للارقام ده من غير كالكليتر ماشي يبقى بنعمل ايه بقى انا ساعات بقى بعمل للطالب ايه بروح فاتح للطالب بص أنا ما انا لازم اهل الطالب لازم اهل الطالب ان هو يعمل سبتراكشن واديشن من غير كالكليتر ماشي فبقعد ايه اقول له مثلا هنا هو ده البينت بقى ادي هنا 128 بلس 64 ماشي بلس 32 معلش انا بكتب بالماوس فايه فخطي وحش بلس تعالي تعالي نسهل على نفسنا بلس 8 و 4 و 2 دول ب 14 ما هو 8 و 2 ب 10 و 4 يبقى ب 14 بلس 14 عشان ما تغلبش يبقى ادي هنا بلس 14 يلا بقى جربي ما احنا هنعمل ايه؟ نجمع اليونتس 8 و 2 ب 10 10 و4 و4 يبقى كام 18 يبقى ادي هنا 8 وكاري 1 ماشي طيب ما هو دلوقتي 6 و ادي هنا دولت 13 يبقى 3 وكاري 1 1 و 2 يبقى الاجابه 200 ام 38 بقول لك ايه ايوه الاجابه 238 يبقى دي اول حته في الكمبيوتر سايز هقوليلي لي بقى سهل عليكي ويعني شيقه اللعبه دي ولا رايك فيها ايه اه حلوه وسهله بس حلوة أوي طيب تعالي بقى نعمل شوية كالكليشن أكتر شوية كالكليشن أكتر طيب بصي دولت لما يبقوا 8 بت لما يبقوا 8 بت بتبقى الويتس بتاعتي 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8 لكن لما يبقوا بقى لا تعرفي لو كانوا 4 بيتز دي بتتعمل بالنظر لما يبقوا 4 بيتز بصي بقى ادي 1 هحط الويت هحط الويتس 1 2 4 8 طب ما هو 0 0 0 0 طب ما هما كلهم يبقوا 0 يا بنتي ولا ايه رايك؟ تمام طيب 1 0 0 0 ده ده يعمل معانا كام؟ 1 0 0 0 هتبقى 1 2 4 8 فهتبقى 8 برافو عليكي انت شايفاها طب دي تعمل اهي اصلها الايت اهي طب دي تعمل كام؟ عايز... هيا بنتي هتبقى 1 و 1 و 3 1 و 2 اه تمام ما هي 1 و 2 ايكوال 3 ما هو هنا الويت ب 1 هنا الويت ب 1 وهنا 2 و4 و8 يبقى انا عندي 1 و2 طب اعملي لي دي هتبقى 1 و4 ممتازه اللي هي كام؟ 4 ممتازه اهي طيب يبقى كده لما يبقوا 4 بيتس بنعملها اورال ما هو لما يبقى 4 بيتس 1 2 4 8 مش محتاجه يتكتبوا اساسا طيب دي بتبقى سهله قوي طيب بعد كده بقى لو كانوا بقى 12 بيتس تحب تشتغليها دي ها لو كانوا 12 بيتس ولا فرجك بقى على بقيه المنب وخلاص زي ما حضرتك عايز تمام طيب طيب اهو المهم يا بنتي اهي كالكوليشنز بهذا الشكل تعالي أعلمك العكس تعالي أعلمك العكس لو أنت given 57 لو given 57 بالدينري اللي هي بتاعتنا وعايزين نحولها ال ones and zeros اللي هي الباينري بتاعت الكمبيوتر عارفة بنعمل ايه بنعمل سبتراك تعالى اوريك المساله دي المساله دي هتبقى سهله جدا انا معايا 57 يبقى convert the binary number 57 into 8 bits binary number. ما هو عايز 8 bits؟ طيب نحط ال weights حفظت ال بقى ولا لسه؟ اللي هي 1 2 4 8 16 32 64 128 ما هو انا لما يبقوا 8 بتس اخري 128 يبقى بحط يا بنتي الويت بهذا الشكل واضح تمام وببدا من ناحيه الشمال انا كل اللي حلت 57 اكيد هحط زيرو تحت ال128 ما هو انا لو حطيت 1 تحت ال 128 يبقى انا خدت يونت ب 128 انا كل اللي معايا 57 فانا احط زيرو تحت الكولوم بتاع 128 واحط زيرو كمان تحت ال 64 لان ال 64 اكبر من ال 57 بصي بقى هحط 1 تحت ال 32 ما عايز احولها ل 1 زيرو لما احط 1 تحت ال 32 هقول له 57 minus 32 remainder 25 يبقى أنا لما حطيت 1 تحت ال 32 هنا لما حطيت 1 تحت ال 32 اتبقى معايا 25 هحط 1 تحت ال 16 و subtract 25 minus 16 يتبقى 9 أحط 1 تحت ال 8 من 9 يتبقى 1 يبقى احط هنا 0 وهنا 0 وهنا 1 يبقى لو انت بداتي بال 57 وبعدين حطينا الويتس ومن ناحيه الشمال قعدنا نشوف الويتس اللي اقدر احطها واعمل سبتراكت في الاخر هتحصلي على الرقم ده ولو عملتي العكس لو عملتي العكس يعني لو جبتي 32 بلس 16 بلس 8 بلس 1 لازم هيطلع 57 لان انا حسبتها رايح جاي لو من الدينري اللي هي الارقام بتاعتي للباينري بعمل سبتراكت لو انا بالراجع بعمل ملتبلاي واد فكده كده الاثنين يعني يا سبتراكشن يا اديشن ودي بسميها ارثماتيك مش ماثيماتكس حتى ماشي يا بنتي واضحه الحته دي؟ اه تمام حلوه قوي يبقى احنا ان شاء الله بقى في تشابتر 1 هنعمل كونفرجن للحاجات دهيت طيب بما ان انت شاطره يعني انا شايف ما شاء الله استيعابك جميل هقول لك حاجات بقى ايه يعني مور تشالنج بقول لك ايه تعالي الرقم ده بالباينري يعني ones and zeros بلس الرقم ده بالباينري وانز اند زيروز يا ابيض هي حصلت نجمع ارقام بالباينري وانز اند زيروز اه ما هو الكمبيوتر بدايه الكلام حقيقته من جوه هو بيعمل الكالكليشن كده هو بيعمل الاديشن كده طيب هعملها قدامك بس ايه يا رب ما تلخبطكيش ليه بقى ليه ما احنا هنحطهم تحت بعض كده هنحطهم تحت بعض كده والايه والويهم بص بقى هنعمل ايه 1 بلس 0 ايكوال 1 واضح سهله 1 بلس 0 ايكوال 1 ايه رايك تمام <applause> حلو قوي من اول هنا بقى اللي تشالنج 1 بلس 1 ما هي 1 بلس 1 ب 2 وأنا ما بعرفش أكتب ال التو. 2 ده ال 2 بتتكتب 1 جنبها 0 أو خلاصة الكلام هقول لك إيه بقى؟ 1 بلس 1 0 وكاري 1 اللي هي أكنها أكنها 5 بلس 5 هتبقى 10 بس أنا مش هعرف أكتب 10 فأحط هنا ال 0 وكاري 1 ما انا ما انا عندي ما انا عندي الزيرو وبعدين ال1 لو عايز اكتب 2 بتبقى 1 جنبها الزيرو فبكتب هنا الزيرو وادي الكاري اللي هو بالايه؟ بالازرق ده متقبله يا بنتي ولا كده بدانا نلخبط؟ لا تمام حلو قوي طيب يبقى ساعتها بقى ادي 1 بلس 0 بلس 1 ما هو ده الكاري يبقى ايه 0 وكاري 1 ادي هنا زيرو زيرو بلس 1 بلس 1 يبقى زيرو وكاري 1 زيرو بلس زيرو بلس 1 تنزل 1 1 بلس زيرو تنزل 1 زيرو بلس وان. زيرو بلس, زيرو, بلس, زيرو, بلس زيرو تنزل زيرو بصي الرقم ده كده يبقى ادد الرقم كده اتعمل له اهو بص هنا حتى كمان هنا بالاماره اصل انا واخدها سكرين شوت من التكست بوك بتاع كامبريدج او هودر هودر اديوكيشن اللي هو اندورسد باي كامبريدج هو شارحها لك ومبسطها زي الفل ده هي دي كده يعني انت عارفه بقى ممكن تعملي ايه ممكن تقولي بقى انا بحب العب بالارقام انت عارفه لو خدت الرقم ده حولتيه لديناري وخدت الرقم ده حولتيه لديناري بالويتس اللي هي 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8 وخدت الرقم ده وحولتيه لديناري هيطلع الرقم التحتاني هو الاديشن بتاع الرقمين اللي فوق الماثيماتكس مظبوطه ان شاء الله الماثماتكس مظبوطه ما هي دي بتدرس من 100 سنه ولا حاجه بس في الجديد بقى ان الكمبيوتر بيعمل الكالكوليشنز دي بمليار مره في الثانيه فبقى بيحسب اسمه كمبيوتر فبيحسب بقى كميات ضخمه اكتر بكتير من قدره الانسان ماشي يا بنتي تمام حلو قوي يبقى تشابتر 1 ده بقى كله ايه ما هنا بقى في حاجه اسمها اسكي كود ال A وال B بيتسجلوا ازاي على الكمبيوتر وفي حاجه بقى ريبريزنتيشن اوف ساوند وريبريزنتيشن اوف بيكتشرز تمام وشويه كالكوليشنز بقى هبقى ساعتها اتدخل معاكي واقول لك نحلها ازاي لان الكالكوليشن زي دي يستحيل تعمليها من غير كالكليتر طب وبعدين طيب ما انا امشي التلات اصفار دول مع الاصفار دولت التمانية دي تبقى مع التمانية دي اشيل من فوق ومن تحت عشان في الاخر تطلع الرقم ده ده ديفايدد باي ده كده او منتالي يبقى 1.5 ميجا وانت عارفه في حاجه اسمها كيلو وفي حاجه اسمها ميجا وحاجه اسمها جيجا ماشي يا بنتي طيب حلو قوي بصي بقى بصي عشان الايه الوقت ما يجريش مننا اول حاجه انا ان شاء الله هبعت على الجروب حصه الانترودكشن بتاعه الايه الكمبيوتر ساينس وبعدين انا بقى بصراحه بحب الطلبه الشاطره لو انت بقى من الحص من اللينك اللي هبعته لك ده هتلاقي اليوتيوب تشيل بتاعي لو شاطرة بقى تخش على البلاي ليست بتاعة الكمبيوتر ساينس يا نهاري الكمبيوتر ساينس كله متسجل تمام طيب و و و الاي ليفل كمبيوتر ساينس كمان متسجل والاي سي تي كمان متسجل كل حاجه طيب انا بقول لك الكلام ده ليه لان انا عاوز اجري ده شابتر بقى 2 تو... في حاجه اسمها باكيت ودي اسمها يو اس بي انت عارفه اليو انا هجري شويه انا هجري شويه عشان اكلمك شويه على البروجرامنج اكلمك شويه على البروجرامنج ماشي طيب يبقى ادي هنا تشابتر 2 ثيري وتشابتر 3 بقى بيقول لك انبوت ديفايسز واوتبوت ديفايسز وستورج ديفايسز حاجات متاخده كتير من ماده الاي سي تي يلا اديني بشجعك كمان على الاي سي تي لو حبيتي في نوفمبر ولا حاجه. ادي هنا النوتس ادي كده ايه بصي انا معلش هعمل سكيب هعمل سكيب بسرعه شابتر فور اللي هو سوفت وير ما هو الكمبيوتر سيستم هاردوير وسوفت وير هاردوير اللي هو الكيبورد والماوس والسكانر والمايكروفون والبرنتر سوفت وير اللي هي البروجرامز اللي هي الوورد والاكسل والاكسس ما انا عندي في الكمبيوتر ساينس شابتر اسمه سوفت وير تمام يا بنتي يبقى ادي كده ايه بعد اتفضلي. لو أي سؤال. لا لا أنا كنت بقول لحضرتك تمام. تمام تمام. تشابتر 5 الإنترنت. لا بقى وبنتكلم بقى على الهاكينج والفيروس وفيشنج uh, وفارمنج، حاجات نصائح بتبقى جميلة جدا. ده تشابتر 5. ايه حاجة جميلة؟ هتبقى, هتبقى حلوة ولا هنعملها؟ نعم. هي الحاجات دي هتبقى ان شاء الله, حفظ إن شاء الله كل المعلومات شيء نعم يعني الحاجات دي هتبقى حفظ هقعد بالورقة والقلم احفظها ولا الحاجات دي هنعملها على الكمبيوتر الحاجات بس ان شاء الله بصي يا بيت. الفهم الفهم بيشيل بدل الحفظ ما الطالب لو فهم الحاجه بيتذكرها بسهوله وبعد كده بنقول مذاكره طب تعالى اشرح لك الحته دي تعالى اشرح لك لا منطقيه وحاجات موجوده في الدنيا. في حاجه دلوقتي اسمها ديجيتال كرنسي، عارفه يعني ديجيتال كرنسي؟ المحفظه بتاعه فودافون تعتبر ديجيتال كرنسي، لانها فلوس ما هي الا رقم على سيرفر بتاع فودافون. انا صرفت كذا يبقى رصيدي بيقل، اكسبت كذا يبقى رصيدي بيزيد. يبقى دي اسمها ايه؟ ديجيتال كرنسي. دي محفظه فودافو تمام؟ طيب والانستا باي وكل الحاجات دي تعتبر ايه؟ ديجيتال كرنسي. الجديد كريبتو كارنسي يمكن تكون سمعتي عن حاجه اسمها بيتكوين وتكنولوجي كمان شغاله وراها اسمها بوتشي وبعدين بس بن... بنقول بس مصطلحات وحاجات بسيطة لأن بلوك تشين ده بيسميه ليدجر بيتسجل فيه ترانزاكشنز بتاعة البيتكوين أو الكريبتو كارنس بس خلاص ما فيهاش مذاكرة أكتر من كده وبعدين بنروح بقى نحل فاسبي أدي السؤال جه وإحنا جاوبناه وأدي المارك سكيم الله ده أنا بقيت فاميليار الأسئلة كلها في ذهني وأنا حليت عليها كتير ببقى اتدربت كويس تمام؟ فده إن شاء الله الحتة دي سهلة والطالب بيخش يقفل، ما أنت هتخش تمتحني مرتين. مرة بيبر 1 ثيري اللي أنا شغال فيه لغاية تشابتر 6. بتعلمي بقى هاكينج والحاجات دي وهنا الفينجر برنت والرتنة سكان سكيورتي. تشابتر 6 بيتكلم على إيه؟ الروب والارتفيشال انتليجنس. تمام؟ من اول لا هنا لا بقى ما هو ده الكلام اتفضلي يا بنتي لا لا تمام من اول هنا بقى اللي هو فعلا بيبقى محتاج مذاكره وفهم دقيق جدا جدا اللي هو ايه اللي هو بروجرامينج ما احنا بقى ايه ما لازم نتعلم ما اهو بيبر 2 بقى بروجرامينج هي من حسن الحظ مش كلها بروجرام بيبر 1 عليها 75 درجة بيبر 2 عليها 75 درجة خلينا في بيبر 2. بيبر 2 عندي تشابتر 7 و8 و9 و10 تشابتر 7 انتروداكشن للبروجرامينج تشابتر 8 بقى ده ايه ده لو دخلت على اليوتيوب تشانل بتاعتي هتلاقي تشابتر 8 انا عامل فيه 10 حصص. ليه؟ البروجرامينج كله من اول اف وجريتر وسمولر ماشي ما احنا هنبدا بقى هو ده بقى الشغل هو ده بقى ال ال التحدي مذاكره البروجرامنج وده بقى فهم بقى البروجرامنج اي نعم بنتدرب كتير عشان بنبقى مذاكرين بس كل ده بقى فهم ماشي فدي اسمها ديفلوبمنت لايف سايكل الستيجز ان انا ببرمج البرنامج بقسمه الموديولز الاول قبل ما برمجه ماشي ساعات بيبقى في حاجه اسمها فلوت شارت دي بتبقى سهله لما بتيجي الفلوت شارت بيبقى سهل في حاجه اسمها سودو كود لو انت عاوزه لو هوايه وعايزه تتعلمي البرمجه حلو ذاكري بايثون والحاجات اللي انا اصلا انا المنهج بتاعي كله سودو كود يعني ايه سودو كود؟ يعني فولس كود تعالي اوريكي كده استني الويب سايت ده وغالباً متسجل ادي هنا اهو هي الحاجات دي لما بجد هنا. بس بشتغلها على الكمبيوتر ولا بشتغلها على الورق؟ على الورق عاوزه تذاكري وتفهمي ممكن نشتغلها على الكمبيوتر للمذاكره والفهم. عاوزه تحلي باس بيبر الباس بيبر بتاعك كلها ورق. ما هي كلاسيفايد متخدم الباس بيبر الحقيقي هتخش بقى بكل صدق يا بنتي هتخش بيبر 2 ورق. ليه؟ لأن في سؤال بيبقى داتا بيز وفي سؤال لوجيك جيتس وكل دول بقى بيسهلوا عليكي البرمجه. يعني بيبر 2 مش كلها برمجه شابتر 7 انتروداكشن للبروجرام وشابتر 8 ده البروجرامنج رسمي شابتر 9 داتا بيز ده سؤال بيبقى عليه 10 درجات هديه فبيجي مع ال 75 درجه بتوع البروجرامنج بيبقى هديه في حاجه اسمها لوجيك جيتس هوريكي شكلها في اخر الايه بعد ما اوريكي بس شويه بروجرامنج تمام خلاص دول كده برضو عشر درجات وعشر درجات وساعات بيجي فيري في البروجرامنج وصل الفور يعني دي اسمها فور الويب سايت ده يا بنتي اسمه ايه؟ بيعمل سودو كود بيخلي السودو كود يشتغل اكتف على الكمبيوتر. لكن انت اللي عليكي السودو كود يتكتب بالورقه والقلم وخلاص فانا عشان اخلي الطالب يفهم ويتدرب ويجرب بخليه على الويب سايت ده يشتغل شويه لغايه ما يتخيل المساله شغاله ازاي وبعد كده اقول له بقى خلاص يا عم انت عايز تشتغل بايدك وعملي وعايز تعلم نفسك لأج... البرامج اللي انا اديها لك اكتبها بايثون او بقول لك ايه احنا اتزنقنا لا خلينا نحل بقى على ورقه وقلم لان الاسئله بتيجي بطريقه مبسطه ان شاء الله فبتبقى في ميزه ان الايه الامتحان هيجي على ورقه ورق. خلاص فبتلاقي ان الدنيا بتبقى ايه اسهل تمام طيب تعالى اقول لك الكود ده بيعمل ايه بدايه الكلام انا ممكن اعمل له رن ايه ده ايه ده كتب 1 2 3 4 لغايه لغايه كام لغايه 100 اه اصل انا قايل له فور كاونتر من 1 ل 100 تيجي نخليه من 1 ل 10 ونعمل رن اهو اشتغل من واحد لعشر تيجي نخليه من عشرين من عشرين لتلاتين مثلا تلاقيه ان هو ايه هتلاقي ان هو اشتغل على الارقام اهو تلاقيه ان هو اشتغل على الارقام من عشرين لتلاتين طب ايش معنى تعال اقول لك شوية اساسيات صغيرة في البرمجة بص يا بنتي الكاونتر ده فاريبل زي اكس واي وزد كده بتوع ايه بتوع الماثماتكس فور كاونتر ايكوال 20 ل 30 يعني كاونتر هيبدا من 20 ما انا اللي كاتب كده كان ممكن يبقى من 1 لغايه 30 يبقى الايه لغايه 30 اوتبوت كاونتر ايوه اهي اوتبوت دي هي اللي بتكتب على الشاشه اول مره كاونتر هيبقى 20 اوتبوت كاونتر هيطلع على الشاشه 20 طب واللفه اللي بعدها هيخلي كاونتر بتو... ما هي نيكست نيكست بتزود على كاونتر بواحد تمام يروح طالع بقى يعمل اوتبوت لكام لكاونتر اللي هي ب 21 تروح طالعه 21 ونيكست يزود على كاونتر بواحد يخليها ب 3 يروح طابع كام 22 لغايه كام لغايه ال 30 طيب ماشي ما هي دي برمجه يعني. تعالي اوريكي برمجه اسهل كمان. واضحه دي يا بنتي دي اسمها فور لوب. دي بنقعد ندرس فيها حصتين ثلاثه وندي عليها امثله ونشوف بقى لما يطلب ازاي نبرمجها ازاي ونتدرب ونحل عليها باس بيبر. بس كلوب كده بالنسبه لك سهله ولا الدنيا عامله ازاي؟ اه تمام. حلوه قوي. طيب دي بقى في صميم البرمجه. بس هتكتبيها ورقه وقلم. عاوزه تجربيها طايقه على الـ على, الـ على الـ 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 الويب سايت ده ابعت لك اللينك بتاعه اهو ادي هنا ابعتها لك على الجروب اهو ادي الجروب بتاعنا اهو ما هو ده ادي هنا الويب سايت اهو ماشي ممكن ابعت لك كمان سامبل من النوتس بتاعتي حاجات يعني الدنيا انتي اوريدي لو دخلتي على اليوتيوب تشانل بتاعتي هتلاقي كل الدنيا متسجله الصف اللي فات ودي بتساعدني جدا ليه؟ اشرح لك الحصه واقول لك يا بنت اهي متسجله عايزه تسمعيها تاني زي ما تحبي عاوزه تسبقي في الشرح زي ما تحبي. طب تعالى اعمل لك برمجه تانيه صغيره جدا. قول له هنا input first لما اقول له input first هو هيستنى ياخد مني value للvariable اللي اسمه first وبعدين اقول له input second البرنامج ده ان شاء الله انا هدخل رقمين وهو هيعمل if يشوف الكبير فيهم يطلعهم هقول له بقى هنا إف first ما حكاية الأوتو كومبليت دي مش هتبقى موجودة على ورق لو اتدربت عليها شوية وانت بتكتبي على الكمبيوتر ان شاء الله على الورق بقى هنكتبها ايه يبقى if اهي if first الله ادي هنا if first greater than second ماشي then and لا out كتب هنا out out first else يعني لو ما كانتشي else لو كانتش اوت تاكا دواء ده لوجيك يعني و ادي انا اد ايه اند ايه اند ايه كده ان شاء الله اشتغل صح. شفت انا عامل مستيك اوت هنا يو ده صح ان شاء الله اهو ويتنج فور لاين 1 عايزين ندخل first بكام ادخل فيرست ب 70 ليكي فاكره ان فيرست ب 70 عايز بقى سكند بكام ادي 30 ايوه الحمد لله اختار لي ما بين ال70 وال30 اختار لي ال70 وطلع ليه if إيه first اللي هي ب70 اكبر من سكند اللي هي ب30 الكلام ده لما يبقى يس بينفذ دي ويطنش اللي بعد الالز طب تعالى نعمل له ران تاني هدخل الاول كام هدخل بقى الاول ال30 يبقى فيرست دلوقتي بكام؟ ب 30 والسكند هيبقى ب ب70 تمام؟ طلع لي ال 70 ليه؟ لان ايه فيرست اللي هي بكام؟ ب 30 اكبر من سكند بكام؟ ب 70 الكلام ده نو يبقى هينفذ الالس يعني اوتبوت سكند اللي هي ال 70 مش هو بيختار بيختار الكبير ما فيه هو في سبيشال كيس هسألك سؤال افرضي دخلت 30 و30 هيطلع اوت بوت كام؟ سامعني؟ هيطلعها ب 30 اه اه ما هو ما هو الكبير ما بين 30 و30 هو الكبير 30. اه صح خلاص تفكيرك منطقي جدا اهو تعالي نجربها مع زائد خلاص انت قلتيها صح ما لو هنا 30 وهنا 30 ما اطلع 30 بس اللي حصل ايه ان فيرست ب 30 وسكند ب 30 اف فيرست اللي هي ب 30 اكبر من سكند اللي هي ب 30 نو no. بس خلي بالك انا حاطط هنا جريتر مش جريتر ذان اور ايكوال برافو عليكي ساعتها بوت سكن اللي هي برضه الثيرتي ما هما الاثنين زي بعض طيب ما خلاص ما زي الفل اهو يعني طبعا هي البرمجه مش 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 كلها كده بس انا وريتك اول خطوتين اللي هي الاف ذن ايلس اللي بختار واحده واسيب الثانيه دي بنسميها سيلكشن والفور دي اسمها ريبيتيشن يبقى ساعات ببقى عايز كود يختار واحدة ويسيب الثانية، وساعات بيبقى عاوز حاجات تتكرر فبعمل فور لوب ماشي؟ طيب بصي بقى يا بنتي ده كده كده ايه زي الفل انا كده عملت لك عملتلك introduction عملت لك introduction تقريبا لمعظم كل حاجة ها 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 بس عشان انا السيشن بتاعتي لغاية خمسة فشوفي بقى يا بنتي اسئلة وايه وانا دلوقتي أبعتلك اللينكات على اليوتيوب قولي لي بقى اسئلتك ايه لا هو تمام مفيش أسئلة هو كده المنهج ها عندك يعني أسئلة مت... المنهج كده متقسم تقريبا فيري معظمها ماثماتيك والبروجرامينج اللي هو الحاجات اللي احنا عملناها دي صح؟ ب... ما هي شوية ماثماتيكس وشوية لوجيك ثينكينج ماشي شوية ماثيماتكس ولوجيك ثينكينج تمام ادي بقى هنا انت شطارتك ادي هنا هجيب لك هبعت لك هبعت لك على الجروب الاورينتيشن سيشن تقريبا معظم اللي انا قلته ده ويمكن عليه زيادة شرح بقى شابتر 2 وشابتر 3 وشابتر 4 وشابتر 5 وشابتر 6 فيهم كلام اكتر ولغايه البروجرامينغ لغايه هنا تقريبا وانت بقى شطارتك عبال ما عايزه تسجلي معايا في جون ربنا يوفقك تكوني اتفرجتي كتير على سيشنز بقى خشي على البلاي ليست هتلاقي كمبيوتر ساينس كله متسجل بس انت بس شطارتك لو سمحتي ادي لكل زملائك وهاتي لي طلبه كتير من مناره الايمان. حاضر استنى ماشي يا بني، يبقى النوتس بتاعتي ان شاء الله أنا بحدث النوتس اللي أنا بدرس لك منها دي يعني اللي أنا حاططها على الشاشة دي دلوقتي أنا لسه بحدث فيها يعني كمان أسبوعين كده هيبقى 2025 عارفة ليه؟ بحط كل امتحانات 2023 ده هو ده المهم المنهج اتغير 2023 فأنا بعمل أبديت للنوتس النوتس خلاص أبديت الكلاسيفايد بحذف بقى امتحانات 2019 بحط امتحانات 2023 ان شاء الله بعد اسبوعين هتبقى متوفره في اطلس وفي كل مكان بقى كذا مكتبه بتعامل معاهم وفي كي ماشي يا بنتي طيب ربنا يوفقك باذن الله واي اسئله ابعتيها لي وانا تحت امرك ويا رب ان شاء الله اكون قدرت احببك في الماده وان شاء الله يكون اسلوبي واضح ومقبول بالنسبه لي. ماشي يا بنتي شكرا لحضرتك جدا طيب اتشرفت اتشرفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك مع السلامة